للمزيد حول أهم ما جاء في جلسات الحوار الوطني اليوم مع زميل محمد عبد الله موفد التلفزيون المصري، إلى هناك. أهلا بكم. للأسبوع الرابع بتستمر فعاليات جلسات الحوار الوطني نحو الجمهورية الجديدة والبحث عن المساحات المشتركة ما بين القوى السياسية المختلفة المشاركة في فعاليات هذا الحوار. عقد اليوم جلستان هامتان للغاية، الجلسة الأولى تعقد لأول مرة والخاصة بلجنة الإصلاح المالي، والجلسة الأخرى هي الأولى من نوعها بأن يتم عقد عمل لجنتين مختلفتين لعقد جلسة واحدة، وهما لجنة الصناعة ولجنة الاستثمار الخاص، والتي عقدت جلسة واحدة وناقشت موضوع هام للغاية وهو توطين الصناعة في مصر وكيفية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. الجلسة تطرقت إلى عدد من المقترحات واستقبلت عدد من المقترحات من جانب الخبراء السياسيين والخبراء والقوى السياسية المختلفة المشاركة في الحوار والمتعلقة بكيفية دعم التوطين الصناعة المصرية وأيضا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أبرز هذه المقترحات هو ضرورة إنشاء مجلس أعلى تصديري يدعم الصناعة الوطنية وأيضا تحفيز كبير للصناعات الوطنية المختلفة ودعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. فيما يتعلق بعمل اللجنة الأولى وهي لجنة الإصلاح المالي، وضعت على أجندة عملها ثلاث موضوعات رئيسية. الموضوع الأول يتعلق بشمولية الموازنة، والموضوع الثاني يتعلق بترشيد الإنفاق، والموضوع الثالث يتعلق بتعزيز الإيرادات. أبرز المقترحات التي تم عرضها على عمل هذه اللجنة خاص بضرورة تعظيم الإيرادات وكيفية دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، خاصة أن هناك تصريح هام للغاية من وزير المالية تحدث بأن حجم الاقتصاد غير الرسمي يبلغ 55% من حجم الاقتصاد، ومن ثم ضرورة البحث عن حوافز ومحفزات لكيفية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. أيضا كان هناك مقترحات خاصة بالتعامل الضريبي والمقترحات التي تتعلق بالوضع الضريبي داخل البلاد، ومن ثم تلقت اللجنة عدد من المقترحات الخاصة بكيفية التعامل مع الدين العام، مع الموازنة، مع تعزيز وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات. وبهكذا بتستمر فعاليات جلسات الحوار الوطني مثلما أشرنا نحو الطريق نحو الجمهورية الجديدة والبحث عن المساحات المشتركة ما بين القوى السياسية المختلفة بعضها البعض. كان معكم محمد عبد الله للتلفزيون المصري.